لكن دلوقتي خلوني بقى استعرض مع حضراتكم جولة سريعة كده في أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وخلونا نبدأ جولتنا من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرية متوسطة في الوقت الحالي مكملة لحد ميدان العباسية، ولو هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم هنلاقي كمان كثافات بسيطة بس غير مؤثرة، ولو كملنا لحد ما نروح كوبري الجلاء هناك في سيولة مرية مكملة لحد طريق العروبة، لكن بالنسبة لكوبري المطار في كثافات نسبية غير مؤثرة هتبدأ تختفي واحنا داخلين على طريق المطار، وبتظهر بعض الكثافات على الطريق الدائري من ناحية منطقة السلام وفي النفق اللي جاي من الأقاليم للقاهرة عن طريق الطريق الزراعي، كمان المتجه من المنيب في طريق الاستراد والتجمع، وفي الاتجاه العكسي للي جاي من المعادي للجيزة برضو في مناطق في التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي. نروح معاكم لشوارع الجيزة، وعلشان نستعرض هناك الحالة المرية بتظهر كثافات بسيطة جدا على محور 26 يونيو اللي جاي من أكتوبر وبتستمر لحد ميدان لبنان، أما المتجه من المهندسين إلى أكتوبر في سيولة مرية كبيرة على المحور. كمان لو هنروح شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرية ده بسبب غلق الشارع في الاتجاهين بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، والكثافات دي بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية، لكن لو لسه مكملين في شارع الهرم الرئيسي بيشهد ايضا تباطؤ في حركه السيارات ده بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطيه وفي منطقه المساحه وشارع العريش ومدكور والطلبيه. ظهرت برضو بعض الكثافات في منطقه مشعل وكثافات لحد شارع العشرين والطلبيه. في كثافات للمتجه الى كوبري الجيزه المعدني وشارع فيصل بمنطقه الطوابق حتى العشرين. بتظهر كثافات على محور صفت اللبن المتجه من الدائري وصولا الى شارع السودان، في كثافات مروريه متحركه. كذلك الامر بكوبري عباس والجامعه والجيزه المعدني، وفي ظهر الكثافات بمحيط ميدان النهضه ده وصولا الى اشاره بين السرايات وشارع النيل السياحي. خلونا نروح معاكم لمحافظه اسيوط من طريق قناة منفلوط اللي بيشهد بعض الكثافات، والكثافات دي هتبدأ تقل بشكل تدريجي لحد ما نوصل لميدان أم البطل ومسجد الحسن في مدينة أسيوط نفسها، وقدام مستشفى الجامعة بتشهد هناك سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط، ولما نوصل هنلاقي فيه كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين وبتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة، لكن بالنسبة للطرق الخارجية فطريق أسيوط الغربي في سيولة مرورية وطريق منيا أسيوط أيضا بيشهد سيولة مرورية. نكمل معاكم جولتنا المرية ونروح الإسماعيلية، والطريق الدائري في المحافظة بيشهد سيولة مرية مكملة لحد كوبري الشهيد أحمد منسي العائم وعلى طريق الإسماعيلية، ولو بدأنا الطريق من مبنى ميدان عام المحافظة هناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد هناك سيولة مرية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6، لكن في الشارع هناك بتبدأ برضو تظهر كثافات مرورية متحركة هتبدأ تقل وتختفي لحد ما نوصل لطريق الشهيد عبد المنعم رياض، ولو هنروح لطريق أحمد أبو زيد هناك برضو في سيولة مرورية مكملة لحد طريق الإسماعيلية الزراعي. من جولتنا المرورية خلونا ناخدكم كده في جولة سريعة عن أحوال الطقس، والنهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة صباحا حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 30، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 38، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 23 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.